بقر البحر المعروف علميا باسم خروف البحر أو الأطوم هو حيوان ثديي بحري ينتمي إلى عائلة السيرينية. يعتبر هذا الحيوان من الأنواع الهادئة واللطيفة التي تعيش في المياه الدافئة للمحيطات والأنهار. بقر البحر من الكائنات العاشبة التي تتغذى بشكل رئيسي على الأعشاب البحرية والنباتات المائية، مما يجعلها تلعب دورا مهما في النظام البيئي المائي. تتميز بقدرتها على التواصل باستخدام مجموعة من الأصوات مثل الصفير والنخر. كما تمتلك بقر البحر ذاكرة قوية وقدرة على التعلم، مما يساعدها على التنقل والبحث عن الطعام بشكل فعال. تواجه بقر البحر العديد من التهديدات التي تؤثر على بقائها، مثل التلوث، الاصطدام بالقوارب، وفقدان الموائل الطبيعية بسبب التوسع العمراني.